السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا هذا ملخص لجميع دروس الدورة الأولى مسلك دولي انترناسيونال. إذا كما تلاحظوا في هذه الورقة أربع دروس، إذا في ورقة واحدة أربع دروس، كل ما يجب معرفته في الدروس موجود في هذه الورقة، في الدروس الأربعة الأولى ودروس الثلاثة، يعني تتمة سبع دروس في الورقة الأخرى. إذن ورقتين ملخص كامل وشامل للدورة الأولى، سيمكنك إن شاء الله من التوفق والتفوق في هذه المادة. إذن نبدأ على بركة الله. إذن الدرس الأول كما هو معلوم la leçon 1 Quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne, يعني بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. يعني في هذا الدرس هذا أهم شيء هو أننا نعرفه شحال عندنا من مجموعة لي فامي دي ماتيريو. دونك كما شفنا في الدرس أن كاين 3 فامي، لي فيغ لي ميتو اي لي ماتيريو اورغانيك. دونك هذو هما لي 3 فامي. من بعد خصنا نعرف لي كاركتريستيك دو شاك فامي، يعني مكونات كل مجموعة. لا فامي ديال لي ميتو، يعني مكونات ديال الماء، المكونات ديال المعادن، او هاد المجموعة ديال المعادن تتكون من الحديد ومن الزنك ومن الالومنيوم ومن الكويفر، ديال مكونات هاد المادة هادي، لو فير لو زنك الالومنيوم اي لو كويفر. و لي ماتيريو اورغانيك كيتكونوا اما من لو بلاستيك او من لو بوا الخشب، يعني ان هذه المجموعه ديال المواد المعدنيه اللي ماتيري اورغانيك اما تتكون من البلاستيك او من الخشب. ثم في المرحله المواليه هي كيف نميز هاد لي ميتو اونتر او، يعني كيفاش نميز ما بين الحديد والزنك. اذا كانت عندي قطعه من الحديد وقطعه من الزنك، كيفاش نعرف هذه القطعه انها من الحديد وهذه القطعه من الزنك؟ اذا الكيفية كالتالي: لو فير اتيري باغ ليمون، يعني الحديد ينجذب نحو المغناطيس، و لو زانك كنعرفو بالكتلة الحجمية ديالو اللي هي 7.2، الكتلة الحجمية ديالو 7.2، الألمنيوم الكتلة الحجمية ديالو 2.7، اي لو كويفر الكتلة الحجمية ديالو دونك عفوا بالنسبة اي لو كويفر عندو اون كولور روج بريك، يعني عنده واحد اللون احمر اجوري. اذا الكويفر كنعرفو من خلال اللون ديالو احمر اجوري روج بريك، ولو فير كنعرفو انه ينجذب نحو المغناطيس، وكيبقى لنا الزنك والالومنيوم. الكتله الحجميه ديال الالومنيوم كما شفتو 2.7 صغيره مقارنه مع الكتله الحجميه ديال الزنك. دونك هذا فيما يخص المعادن. نجيو لي بلاستيك. بالنسبة للبور عندنا نوع واحد، لهذا ما نشوفوش مجموعة من الأنواع، ما نحتاج أن نميزو بيناتها. نجيو لي بلاستيك، لي بلاستيك لي بليز اتيليزي واللي كيركزو عليهم بزاف في الامتحان ولا في لي كونترول، لو بي او اي لو بي في سي اي لو بي اس. البي او يقدر يعطيك في الامتحان الرمز ويقول لك اعطي لو نو، ولا يقدر يعطيك لو نو يقول لك اعطي الرمز ولو سامبول ديالو. دونك بي او بولي ايثيلين، متعدد الايثيلين. بي في سي بولي كلورير دو فينيل، متعدد كلورور الفينيل. بي اس بولي ستيرين، متعدد ستيرين. هذا لو سامبل، اش كيعني هذا الرمز هذا؟ كما شفنا في الدرس كيعني انه ريسيكلابل، قابل لاعاده التدوير. هذا الرمز هذا المثلث وهذا العدد اللي في الوسط هو رمز بي او. قدروا تلقاو واحد الماده بلاستيكيه لقاو فيها فقط هذا الرمز هذا مع هذا العدد، وهذا كيعني ان المادة اللي مصنوع منها هاد المادة البلاستيكية هي لو بي او. اذا الا شفت جوج يعني البي او، ولا عطاني قال لي اعطي لو سامبول ديالو، عطاني لو بي او قال لي اعطي لو سامبول ديالو، خصني ندير هاد الرمز هذا وندير وصف منه رقم جوج. لو بي في سي هذا لو سامبول ديالو وصف منه رقم ثلاثة، دونك هذا لو سامبول كيبين انه ريسيكلاب. لو بي اس بوليستيرين 6، رمز ديالو 6، واضح؟ Très bien.
دونك قلنا ان هذا الرمز كيعني انه قابل لاعاده التدوير، والرقم اللي كاين الوسط هو يعني الرقم ديال كل ماده. كيفاش نميز لو بي او على البي في سي على البي اس؟ لو بي او فلوت سور لو دوس، يعني ان هذا لو بي او يطفو فلوت فوق الماء العذب، يطفو فوق الماء العذب. لو بي في سي باش كنعرفوه برودوي اون فلام فيرت، يعني انه اللي حرقناه كينتج على الاحتراق ديالو واحد اللهب اخضر. بوليستيرين فلوت سور لو صالي، يعني يطفو فوق الماء المالح. كيفاش بتعقلوا عليها؟ اس مع صالي هذا يطفو فوق الماء المالح، و او مع او دوس يعني ماء عذب. وهاد البي في سي هذا راه فيه ثلاثه الحروف طروا فيرت. تري بيان، دونك هذا فيما يخص كيفية التمييز بين هذه المواد فيما بينها. ما هي المميزات التي تتميز بها الفلزات جميعا، يعني لو فيغ ولو زانك والالومنيوم والكويفر؟ باش كيتميزوا هذه الفلزات كيتميزوا انهم كونديكتور الكتريك، يعني ان جميع الفلزات موصلة كهربائية، وكذلك انها كونديكتور دو لا شالور، لانه يقدر يعطيك في الضر في لو كونترول ولا في ليكزامان فينا في ليكزامان لوكال دوني لي كاركتريستيك دي ميطو. دونك لي كاركتريستيك ديال لي ميطو هما انها موصلات كهربائيه وكذلك موصلات حراريه. بالنسبه لي بلاستيك باش كتميز جميعها باش كتميز، دونك لي بلاستيك سو سون دي زوزولون سي با دي كونديكتور، يعني ماشي موصله وانما عازله. سو سون دي كونديك سو سون دي زولون الكتريك، يعني كنحيد هاد كونديكتور بالنسبه لي بلاستيك وكندير ايزولون الكتريك. بالنسبه لا شالور كذلك نو سون با دي كونديكتور سو سون دي زولون دو لا شالور، عازل حراري. اذا هذا مجمل ما يهمنا ومجمل ما يجب ان تركز عليه في الدرس الاول. اذا نمر الى الدرس الثاني. الدرس الثاني الذرات والايونات، لي زاتوم اي لي زيون. لي زاتوم اي لي زيون، دونك عرفنا شنو هي اون اتوم ان اتوم في دوزيام اني وشفنا دابا في هذه السنه هذه. دونك لاتوم كونتيان دو شارج، كونتيان اون شارج بوزيتيف اللي كاينه في لو ميليو ديالها، وكونتيان اون شارج نيجاتيف. هاد لا شارج نيجاتيف تورن اوتور دو لا شارج بوزيتيف، يعني هاد الشحنه السالبه تدور حول الشحنه الموجبه اللي كاينه في لو نويو اللي كنسميوها لو نويو. واضح؟ دونك لاتوم راه فيها دي شارج بوزيتيف اي دي شارج نيجاتيف، شي خصني نعقل عليه. جيد، دونك حنا خدينا بار اكزومبل واحد لاتوم اللي عندها 17 شارج بوزيتيف وعندها 17 شارج نيجاتيف، يعني خدينا واحد لاتوم اللي عندها 17 شحنه سالبه وعندها 17 شحنه موجبه. اذا اول شيء بالنسبه للاتوم خصنا نعرف ان لو نوايو ديالها هي هذه هي اللي كاينه في الوسط، وان هادو هما لي زيليكترون. ثم تيقول لي احسب لا شارج، خصنا نعرف ان لا شارج ديال لو نوايو هي بلس زد فوا او، ولا شارج ديال لي زيليكترون هي موان زد فوا او. موان زد فوا او، Z هي لو نومبر دي شارج بوزيتيف او بيان لو نومبر دي شارج نيجاتيف اللي كنهضروا على لاتوم، وهاد او هادي هي لا شارج اليمونتير سي 1.6 10 اكسبوزون موان 19، هادي هي القيمه ديالها. جيد، اذا بار اكزومبل قال لي عطاني واحد لاتوم، ناخذ مثلا هاد لاتوم هي وقال لي كالكولي لا شارج ديالها. اذا زد شحال عندها زد؟ 17. اذا 17 فوا او بلس من شاس بلس، علاش؟ لاننا كنهضروا على شارج ديال لو نوايو، ولا شارج ديال لو نوايو توجور بوزيتيف. نشوفوا لا شارج ديال لي زيليكترون، دونك هي موان موان زد فوا او، وزد شحال قلنا تساوي 17، دونك سي موان 17 فوا او، دونك هذه هي لا شارج ديال لي زيليكترون. من بعد ملي تيقول لي كالكولي لا شارج ديال لو نويو ولا شارج ديال الزيليكترون، تيقول لي كالكولي لا شارج ديال لاطوم كامله، دونك خصني نجمع هادو زائد هادو. دونك لا 17 بلس 17 او
زائد moins 17 e, ce sont des nombres opposés. Le résultat d'élément est égal à 0. Donc, par conclusion, la charge de l'atome Kemla toujours est égale à 0. Il y a la charge de le noyau, de l'atome Kemla, directement, quand il y a 0. Il est égal à justifier quand je mets Hadi, Zed Hadi. Voilà, très bien. Donc, c'est Kemla. اللي كيهمنا في الاطوم هو هادشي يعني الفقره الاولى الاطوم سواء il gagne des électrons soit il perd des électrons سي كلير يعني ان الاطوم اما تربح gagne واما perd des électrons ولا تفقد سي كلير دونك الى ربحات حنا سيبوزيو ان هاد الاطوم هادي تربح ان الكترون ربحت واحد الى ربحت ان الكترون هي شحال كان عندها الكترون كان عندها 17 شحال يوليو عندها يوليو عندها 18 هي ربحت ان الكترون واش هذا النومبر ديال الشارج بوزيتيف غيتغير لا ما غيتغيرش غيبقى هو هو دونك ولا عندها 18 شارج نيجاتيف وعندها 17 شارج بوزيتيف واضح تري بيان نفس الشيء كما قال لي يحسب لا شارج ديال لي زيلكترون وديال لو نويو هنا بالنسبه للاطوم حتى بالنسبه للايون تيقول لي حسب لا شارج ديال لو نويو وتيقول لي حسب لا شارج ديال لي زيلكترون وباش ما ننساوش الى لاطوم غانيي ربحات كتعطينا سكون ابيل ان انيون انيون ا ان اي او ان انيون وهادو راه بجوجهم كنسميهم لي زيون ايون دونك سي لاطوم غان ان الكترون كان عنده 17 ولا 18 ou la charge qui est le centre du noyau ne change pas car il y a les électrons mais il ne change pas les charges positives très bien donc 18 ou il y a 18 charges négatives pourquoi parce qu'il y a 17 et 1 donc il a besoin de calculer la charge des électrons qui est 18 nous avons dit que les charges des électrons toujours qui sont toujours moins donc il y a moins 18 fois e moins 18 fois E. Ou la charge de le noyau, il y a plus 17 fois E. Elle est toujours pas 17, et dans le noyau, la charge de la maquette, il y a. Donc, plus 17 fois E. Il est égal à la charge de l'ion Kemel. Il y a la charge de l'ion, 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 il y a زائد هادي ولا درنا ناقص 18 او زائد 17 او اون فا غاردي لو سين دو لا ديستانس ا 0 او بيان دو نومبر لو بلي غران اي اون في لا ديفيرونس كنحتفظوا بالاشاره ديال العدد الكبير وتنديروا عمليه الطرح اذا الناتج يخرج لينا ناقص 1 او واضح تري بيان وباش ما ننساش ان هاد الايون هذا غتكون عنده اون شارج كدايره نيجاتيف يعني مثلا هاد لاطوم اللي كنسميتها اكس وربحات واحد يعني ندير اكس يلا لاطوم مثلا كنسميتها اكس وهاد اكس ربحات واحد انا نكتب الرمز ديال الذره ونزيد ليها واحد الشحنه هنا الفوق موان طيب دابا نشوفوا المثال الثاني نفترضوا ان هاد لاطوم الى بيردي دي دو زيليكترون فقدات جوج الى فقدات سي لاطوم بيردي des électrons, c'est ce qu'on appelle un cation. Cation. C'est clair. Donc, si on a un électron, c'est 17. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que 15 électrons. 15 charges négatives. Si on a une charge positive, 17. Voilà, très bien. Donc, il y a une charge de la charge des électrons. Toujours, on dit que la charge des électrons, moins, on ne doit pas faire le nombre des électrons. Donc, c'est moins 15 fois E, ou bien plus, ou la charge du noyau, plus 17 fois E. Et là, on dit que la charge de l'ion, je mets Hadi, Zaid, Hadi, Hadi, Zaid, Hadi. Donc, je connais le Hadi le Kbir, ou le Hadi plus, ou 17. Et then, الجمع ديال هاد العددين يخرج ليا بليس دو او حنا قلنا ان هاد لاطوم سميتها اكس الى قال لي دوني لو سيمبول دو
ليون ولا لا فورميل شيميك كندير اكس و كنزيد لها جوج بلس يعني انها فقدات 2 الكترون اي لا بيردو 2 الكترون واضح تري بيان دونك هذا اهم الامور اللي خصك تعرفها او تعرفيها في الدرس الثاني لي زاتوم اي لي زيون نمرو لوكسيداسيون دي كيلك ميتو دون لير يعني اكسدت بعض الفلزات في الهواء او اكسدت الفلزات في الهواء دونك في هذا الدرس عندنا ثلاثه المحاور مهمه جدا اول شيء هو لي فاكتور اجيسون سور لي ميتو يعني العوامل التي تؤدي او العوامل التي تؤدي او تؤثر على الفلزات بين قوسين العوامل التي تؤدي الى اكسده الفلزات لي فاكتور اجيسون سور لي ميتو دونك هذا السؤال راه ديما كيتكرر شنو هي العوامل اللي كتؤدي للاكسده معروفه لير ايميد الهواء الرطب ملي تنقول الهواء الرطب يعني فيه لو وفيه لو ديوكسيجين فيه لو اي لو ديوكسيجين تري بيان ثم كنمشي للوكسيداسيون ديال لو فير اكسده الحديد شنو كينتج على لوكسيداسيون ديال لو فير كنتج على اون ايكواسيون هي هذه ليكواسيون دو لوكسيداسيون فيها Fe وفيها لو Fe رياجي افيك لو ديوكسيجين دونك هما لي رياكتيف كيعطيوني ان برودوي اللي هو FO2 O3 دونك هذا سكون نابي لا روي صدى وهاد ليكواسيون خصنا نديرو لها ليكيليبراسيون ايكيليبريو ليكواسيون دونك 4Fe 3O2 2FO2 O3 هاد دو راه ما داخلاش في لوكسيد ديال لا روي الى قال لك دوني لا فورميل شيميك دو لا روي هي FO2 O3 هاد دو سولمون بور ايكيليبري ليكواسيون دونك هذا كنسميو لا روي هاد لا فورميل شيميك هادي كتسمى لا روي ولا كتسمى لوكسيد فيريك 3 اكسيد فيريك 3 اكسيد الحديد الثالث دونك هذا اللي كنسميو لا روي او بيان لوكسيد فيريك 3 c'est une couche poreuse واحد الطبقه مساميه يعني الا كانت مساميه هي راه واحد الطبقه كتوضع على داك القطعه ديال الحديد اذا ولا كانت مساميه بحال البونجر غادي تخلي لنا لو اي لو ديوكسيجين يدخلوا ولا دخل لو اي لو ديوكسيجين يعني هذاك لوكسيداسيون غتبقى غادك في الوسط ديال الحديد دونك سكون نابيل لا كوروزيون شنو هو لا كوروزيون هو ان دوك لوكسيداسيون ديال الحديد كتبقى غاده في الداخل ديالو راه كاين فرق ما بين لا كوروزيون وما بين لوكسيداسيون راه كثير ما كيفرقش بيناتهم دونك لوكسيداسيون هي ديك العمليه ديال الاكسده اللي كتوقع في البدايه ولا كوروزيون هو داك التاكل اللي تيبقى غادي في الداخل ديال الفليز تري بيان دونك بما ان هاد لا كوش سي اون كوش بوروز دونك ما كتحميش لو فير Donc, on doit protéger le fer. Donc, maintenant, on va parler de la protection. Donc, qui veut que je le fer? Soit on utilise la peinture, la peinture, soit le revêtement. C'est clair. Je vois le revêtement. L'oxyde d'alum qui est mis, qui est mis en l'aluminium. Donc, l'oxydation d'aluminium. Donc, à quel moment on a l'équation de le fer, l'équation de l'aluminium, l'équation de le fer. Le fché, facat hid a l menena, ou de fa f f e. Yani le fac me bines hum, facat a l, yel ekatrir. On a f e. Donc, nest l'équation. Ou la kin hada kit sema l'oxyde. D'aluminium, on a nommé l'oxyde ferrique, c'est Fe, FO2 O3, هنا Al2 O3. Donc هذا l'oxyde ferrique et هذا l'oxyde d'aluminium. عنده اسم خاص l'alumine. L'alumine, ça fait وهذا سميتو la roue, oxyde ديال الصدى. هذا oxyde d'aluminium qui s'appelle l'alumine. Donc شنو الفرق ما بين هذا l'oxyde هذا وهذا l'oxyde هذا l'oxyde ديال le fer ne protège pas le fer, mais qui empêche le fer. علاش لانه une couche poreuse, طبقه مساميه كتسمح بدخول الهواء والماء. اما l'alumine, c'est une couche
imperméable ou bien non poreuse. يعني لا تسمح بمرور الماء وثنائي الأكسجين وبالتالي تحمي لنا الألومنيوم من لا كوروزيون. واش غنحتاجو نديرو لا بانتور ولا لو غوفيتمون الألومنيوم؟ لا. علاش؟ لأن هاد لاكوش ديالو هي كتحميه لأنها اون كوش امبيرميابل. تري بيان، ندوزو للدرس الموالي، الدرس الرابع، لا لوسون 4، احتراق المواد العضوية، لا كومبيسيون دو كيلكو ماتيريو أورغانيك دون لاير، يعني احتراق المواد العضوية في الهواء. دونك نبداو بلا كومبيسيون دو بابي، احتراق الورق. ثم من بعد نشوفو لا كومبيسيون دو بلاستيك. واضح؟ تري بيان. دونك لا كومبيسيون دو بابي، احتراق الورق. شفنا ان الورق parmi les matières organiques. دونك الاحتراق ديال الورق في لو ديوكسيجين، لا رياكسيون دو بابيي افيك لو ديوكسيجين، هما لي رياكتيف. عقل معايا لانه تيقول لك في الغالب يعطيني لي رياكتيف ديال لا كومبيسيون. شنو كينتج على هاد لا كومبيسيون هادي؟ كينتج عليها H2O وكينتج عليها CO2 وكينتج عليها دوطخ برودوي. علاش؟ لان اون كومبيسيون انكومبليت. الا قال لك علاش هاد لا كومبيسيون اي انكومبليت؟ علاش؟ لان كينتج عليها زائد هاد لي برودوي دوطخ برودوي كوم لو مونوكسيد دو كربون. مزيان. دونك le papier plus le dioxygène qui est égal à H2O plus CO2. Donc, nous avons appris en deuxième année ce qu'on appelle la deuxième loi. La deuxième loi d'une réaction chimique est la droite. Ce qu'on appelle la loi de la conservation des atomes en genre et en nombre. Il y a une droite qui est égal à la réactif, et une droite qui est égal à la droite qui est égal à la produit. Il y a une droite qui est égal à la هي اللي خصني لي زاتوم المكونات ديالها هي اللي خصني نلقاها هنا. واضح هادشي؟ مزيان. دونك كما كنشوف انني عندي من بين لي زاتوم اللي عندي في لي رياكتيف عندي الاكسجين، دونك خصني نلقى الاكسجين في لي برودوي. دونك ها هو الاكسجين كاين في لي برودوي. وردوا البال، هاد او راه خصها تكتب ماجوسكيل ماشي مينوسكيل كما كيدير البعض. دونك اكسجين هو كاين في لي رياكتيف وكاين في لي برودوي. مزيان. ولكن ملي كنجي لي برودوي كنلقى الهيدروجين في لي برودوي رغم انه ما كاينش في لي رياكتيف. ونفس الشيء كنلقى الكربون في لي برودوي واخا ما كاينش في لي رياكتيف. ولا لواش كيقول لي تيقول لي ان لي زاتوم اللي كاين هنا راهم جاو من هنا. دونك هاد الهيدروجين والكربون منين غيكونوا جاو؟ من لو بابي. دونك لو بابي شنو هي المكونات ديالو؟ هي الهيدروجين والكربون. وعلاش ما نقولوش ان الاكسجين حتى هو؟ لانه كاين معاه، كاين معاه بارمي لي رياكتيف. ما يمكنش نقول انه جا من لو بابي. واضح؟ تري بيان. كيفاش عرفنا ان H2O هاد لا فورميل شيميك وهاد لا فورميل شيميك وبين هاد لي ليمون هاد لي ليمون جونا في هاد لا كومبيسيون؟ هذا كنعرفوه انه كيظهروا لينا واحد القطرات من الماء فوق هذاك الغيسيبيون اللي كنحطوه فوق لا كومبيسيون. دونك ليدونتيفيكاسيون ديال H2O، il y a l'apparition des bulles sur les parois intérieures de récipient. Ou là, hada kanarfo par l'eau de chaud. Si l'eau de chaud se trouble, il attaque ma algir, tnqulu anna CO2 kina parmi les produits. C'est clair? Donc l'eau de chaud se trouble, hada CO2, H2O. Il y a début sur les parois ou bien l'apparition du but sur les parois intérieures. On passe nous avons la combustion de plastique. Parmi les matières plastiques, on a le PVC, le PE, le PS. Donc on va voir d'abord l'extérieur le PVC. Fin dit mais l'extérieur c'est comme le dioxygène qui est en deuxième année. Qu'est-ce qui nous de la combustion? Comme d'habitude, l'eau, CO2, dit les produits qui ont H2O, CO2 et d'autres produits. دونك هاد الهيدروجين والكربون ما كاينش في لي رياكتيف، لقيناهم في لي برودوي. منين غيكونوا جاو؟ اذا جاو من لو بي في سي. اذا شنو هي المكون ديال البي في سي؟ هي الهيدروجين والكربون. تري بيان. دونك حنا قلنا اننا حرقنا لا ماتير اورغانيك،
Donc, le papier ou le PVC, ce sont des matières organiques, c'est-à-dire qu'ils sont des matières organiques. Nous avons dit que le papier est composé de l'hydrogène et du carbone, nous avons dit que le PVC est composé de l'hydrogène et du carbone. Donc, nous avons dit que la matière organique est composée de l'hydrogène et du carbone. Donc, la matière organique se constitue essentiellement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Donc, la matière organique se constitue essentiellement d'atomes d'hydrogène et de carbone. من الهيدروجين والكربون اساسا وكي نجيو في لا كومبيسيون هاد لي زوتر برودوي مثلا هنا كينتج لينا لو مونوكسيد دو كربون سي او وهنا كينتج لينا اش سي ال سو سون دي غاز توكسيك دونجورو بور لا سانتي اي بور لونفيرونمون عقل عليها مزيان دونك في هاد لا كومبيسيون ديال لا ماتيغ اورغانيك كينتجو لنا دي برودوي توكسيك comme CO, HCl, HCN, gaz cyanure d'hydrogène ou gaz chlorure d'hydrogène. La leçon 5, les solutions acides et les solutions basiques, avec S. Donc, faire la leçon qui est la notion de le pH, donc je le pH. Donc, le pH, c'est une grandeur physique sans unité, le miqdar physique est bidoun wahda. دونك جميع المقادير الفيزيائيه الا وعندها وحده وهذا ديما خصنا نتبعوه ملي كنكونوا نخدموا شي تمرين وكنحسبوا واحد المقدار معين لا بد تكون عنده وحده لكن لو بي اش ما عندوش وحده هاد لو بي اش فاري اونتر 0 اي 14 كيتغير القيمه ديالو تتراوح ما بين 0 اي 14 سو ميزور اون يوتيليز لو بابي بي اش او بيان le pH mètre. Yani le pH de les solutions باش كنبغيو نحسبوه اما كنستعملوا لو بابي pH عقلنا مزيان ولا le pH mètre. هذا انستريمو هادي اباري دو ميزور. Donc شنو الفرق ما بين هاد لو بابي pH وهاد لو pH mètre؟ Le بابي pH كيعطينا اون فالور اونتيي كيعطينا واحد العدد صحيح 2 4 10 12 14 0 5 المهم كيعطينا اون فالور اونتيي ما فيهاش الفصيله. Le pH mètre qui a une valeur soit entier soit décimale. Vous pouvez obtenir un عدد صحيح اللي كانت القيمه صحيحه ويقدر يعطينا العدد ديسيمال يعني فيه الفاصله واضح هذا لو بي اش هذا يقدر يعطينا 7 5 9 يقدر يعطينا 7.7 7.2 8.5 9.6 يقدر يعطينا une valeur avec la virgule يعني donc le pH mètre il précise la valeur c'est clair يعني كيعطينا القيمه مضبوطه مقارنه مع لو بابي بي اش تري بيان ندوزو مباشره للمهم المهم هو اننا عندنا 3 تيب ديال لي سوليسيون عندنا ثلاثه الانواع من المحاليل اما لي سوليسيون اسيد يعني المحلول اما يكون اسيد واما يكون بازيك اما يكون نوتر يكون محايد دونك باش كنعرفوا حنا ان واحد لا سوليسيون اي اسيد ولا نوتر ولا بازيك كنعتمدوا على القيمه ديال بي اش بي اش هي اللي كتقول لي النوع ديال لا سوليسيون دونك كما شفنا ان هاد لو بي اش كومبريز انتر 0 اي 14 لا فالور ديالو دونك راه محصور ما بين 0 و 14 يعني البي اش راه يقدر يكون كيساوي 14 ويقدر يكون كيساوي 0 واضح دونك من خلال هذه القيمه هذه ديال بي اش عندنا ثلاثه المحاليل اما لا سوليسيون اما يكون اسيد ولا يكون بازيك ولا يكون نوتر الا كان لو بي اش صغر من 7 راه لا سوليسيون اسيد يعني 6.7 6.8 6.9 راه لا سوليسيون اسيد حتى ل 0 من 0 حتى ل 6.9 راه لا سوليسيون اسيد ومن 7.1 حتى ال 14 حتى ال 14 راه لا سوليسيون اي بازيك الا كان لو بي اش كيساوي 7 راه لا سوليسيون نوتر هادي واضحه لي سوليسيون اسيد البي اش كيصغر من 7 لي سوليسيون بازيك لو بي اش كبر من 7 نوتر كيساوي 7 مزيان دونك عندو زول
ديليسيون هي المرحلة الأخيرة في الدرس، تخفيف هذه المحاليل. دونك لي سوليسيون اسيد لي البي اش ديالهم صغير بزاف قريب للصفر كيكونوا كونسونطري يعني مركزة وهي محاليل خطيرة. كذلك لي سوليسيون بازيك لو بي اش ديالهم قريب ل 14 كيكونوا كونسونطري كيتسموا دي سوليسيون بازيك دونجورو او بيان كونسونطري يعني خطيرة. اذا هاد لي سوليسيون حنا اللي بغينا نستعملو في الحياة اليومية ديالنا خصنا نخفوهم، دونك خصنا نديرو لا ديليسيون تخفيف. باش كنخفو كنخفو بالماء يعني كنضيفو الماء لا سوليسيون، او بالنسبة لي سوليسيون اسيد كنضيفو لاسيد للو الماء، ماشي مهم. المهم دابا هو تعرف اننا باش نخفو واحد لا سوليسيون بور ديلوي لي سوليسيون اون اوتيليز لو الماء. ورد معايا البال هنا، دابا نديرو التخفيف ديال المحاليل لي سوليسيون اسيد. قلنا لي سوليسيون اسيد لي دونجورو هما لي بي اش ديالهم قريب للصفر، اخطر سوليسيون هو لي بي اش ديالو ايتيغال زيرو. دونك انا مثلا ملي عبد نخفف هاد لا سوليسيون هذا لي بي اش ديالو قريب للصفر شنو غادي يوقع البي اش؟ واش غيقرب عند الصفر ولا يمشي عند السبعة؟ دونك ملي كنخفف لي سوليسيون اسيد البي اش كيمشي نحو السبعة، ملي كنخفف لي سوليسيون اسيد البي اش ديالهم تيكبر. علاش؟ لانني انا ما كيهمنيش نصغر بي اش، انا راه كل ما صغر بي اش كل ما كيولي لا سوليسيون خطير بالنسبه لي سوليسيون اسيد. اللي كيهمني هو نخفف هاد لاسيديتي، هاد لاسيديتي هادي هي اللي كيهمني نخففها. علاش؟ لان لاسيديتي هنا من حد داك تقرب للصفر وهي كتكبر، وملي نبدا نضيف انا الماء غتبدا لاسيديتي كتصغر وهي غادي تقرب على 7 وهي كتصغر. دونك لا سوليسيون اسيد اللي عنده 6 ولا سوليسيون اسيد اللي عنده 2 راه لاسيديتي ديال 2 كبر من 6. صافي نعاودو، لي سوليسيون اسيد ملي تنخففهم لو بي اش اوغمونت، ولي سوليسيون بازيك ملي تنخففهم لو بي اش كيمشي عند 7. دائما لو بي اش ملي تنبدا نخفف لي سوليسيون اسيد كيمشي لعند 7 ولا سوليسيون بازيك كيمشي لعند 7، ولكن لو سوليسيون بازيك راه كيصغر ولي سوليسيون اسيد راه لو بي اش كيكبر. دونك لوسكون ديلي اون سوليسيون اسيد لو بي اش اوغمونت، اي لوسكون ديلي اون سوليسيون اسيد بازيك لو بي اش ديمينيو كينخفض. واخا هاد المسألة هادي H au moins ou bien H plus. Les solutions acides sont riches en H plus ou les solutions basiques sont riches en H au moins. Et vous avez connu Céline à la 5e de l'os, c'est pour qu'on ait le faqra le mouwalia, Inch'Allah. واحد المسألة مهمة جدا هي ترابط ديال هاد الدروس. اذا في الدرس الاول قرينا لي ماتيريو، شفنا لي فيغ، شفنا لي ميطو، وشفنا لي ماتيريو اورغانيك. قلنا لي ميطو راه هما لو فيغ، لو زانك، لالومنيوم، الكويفر. تبع معايا شنو درنا في الدرس الثاني. الدرس الثاني درنا الذرات والايونات، اي ان هاد المواد كلها تتكون من ذرات وايونات. مزيان. الدرس الثالث درنا اكسده الفلزات لي ميطو. علاش هضرنا؟ هضرنا على لو فيغ ولالومنيوم. دونك فين كنا كنهضرو؟ كنهضرو هنا على هاد الجوج، لو فيغ اي لالومنيوم، الفلزات. الدرس الرابع شفنا احتراق المواد العضويه. ها هي المواد العضويه، هي هادي فوالا. درنا لا كومبيسيون ديال لي ماتيير اورغانيك، شفتو الترابط ديال الدروس. من بعد الدرس الخامس لي سوليسيون اسيد اي بازيك، المحاليل المائيه. علاش غنقراو هاد الدرس؟ لاننا غنجيو في الدروس المواليه وغنشوفوا تاثير هاد المحاليل على لي سوليسيون، على لي ميطو وعلى لي ماتيير اورغانيك. لا لوسون 6 تيست دي دونتيفيكاسيون دو كيلك زيون. اذا في هاد الدرس تيست اختبار ايدونتيفيكاسيون الكشف على ماذا سنكشف؟ على الايونات. اذا كما راينا عندنا نوع من الايونات لي كاتيون هما اللي عندهم اون شارج بوزيتيف ولي زانيون عندهم اون شارج نيجاتيف. اذا سنكشف على 5 كاتيونات وسنكشف على ايون واحد.
للكشف على الايونات لي كاتيون، للكشف على الايونات اللي عندهم ان شارج بوزيتيف، غنستعملوا هاد لا سوليسيون Na بلس HO موان اللي هو هيدروكسيد صوديوم او بيان لا سود اللي كنسميوه لا سود. وللكشف على سي ال موان سنستعمل لو نيترات دارجون نترات الفضه Ag بلس NO3 موان. اذا هذا سي اون سوليسيون وهذا سي اون سوليسيون. دونك هادو كيتسموا لي سوليسيون ديتيكتور يعني المحاليل الكاشفه، هذا للكشف على لي زانيون وهذا للكشف على لي كاتيون. دونك سنكشف على خمس كاتيونات اف او 2 بلس اللي كاينه في واحد لا سوليسيون هي لا فورميل شيميك ديالو اف او 2 بلس اس او 4 دو موان، و اف او 3 بلس كاينه في هاد لا سوليسيون هذا اف او 3 بلس 3 سي ال موان، سي او 2 بلس كاينه في هاد لا سوليسيون هذا، و زد ام 2 بلس كاينه في هاد لا سوليسيون، و ال 3 بلس كاينه في هاد لا سوليسيون. دونك ملي غنديفول هاد لي سوليسيون في كل واحد منهم غادي نضيفول ليه ان ا بلس او اش موان ولا اش او موان، هنا سنلاحظ تكون بريسيبيتي فير، هنا تكون بريسيبيتي عنده لا كولور دو لا روي، وهنا تكون بريسيبيتي بلو، وهنا تكون بريسيبيتي بلون جيلاتينو، وهنا تكون بريسيبيتي بلون يعني لونه ابيض. هنا بريسيبيتي لونه ابيض هلامي يعني ابيض يميل الى الرمادي، وهنا ابيض هنا بالنسبه للكويف ازرق، لو فير 3 بني، لو فير 2 او بيان ليون دو فير 2 اخضر. لا فورمول كيميك ديال البريسيبيتي ديال لو فير 2 اف او او اش 2 ديال لو فير 3 اف او او اش 3 ديال لو كويف 2 بلس سي او CuOH2 ou dire le zinc ZnOH2. Dire le zinc dire l'ion de zinc Zn2+ ZnOH2 ou dire Al3+ AlOH3. Ou had les précipités, voilà la formule chimique dialo. C'est clair, ça n'a pas كل فورمول كيميك تحفظ بوغ شاك بريسيبيت. وما تنساوش هنا راه كاينه 2 وهنا 3 وهنا 2 توجور اللي كان عندي 2 هنا راه هنا 2 هنا 3 هنا 3 سي كلا وهنا 3 وهنا 3 وهنا 2 لا ميم شوز. وبالنسبه للكشف على سائل موان اللي كيكون في واحد لا سوليسيون اش بلس سائل موان يعني كلورور دارجون كلورور ديدروجين عفوا كنستعملو لو نيترات دارجون Ag بلس NO3 موان. كيتكون لينا واحد البريسيبيتي بلون نوارسي على لوميير يعني كيولي اسود بوجود الضوء. اذا الا كان عندنا ابيض نوارسي على لوميير يعني راه حنا كشفنا على سائل موان، الا كان عندنا ابيض ما كيتغيرش ابيض فقط فحنا كشفنا على Al3 بلس، الا كان ابيض هلامي بلون جيلاتينو احنا كشفنا على زد ان دو بلس، كان عندنا بريسيبيتي بلو احنا كشفنا على سي او دو بلس، كان عندنا بريسيبيتي عنده لا كولور دو لا غوي احنا كشفنا على اف او 3 بلس، كان بريسيبيتي فير احنا كشفنا على اف او 2 بلس. فوالا لي سوليسيون لي تيكونو فيهم. دونك هذا لا لوسون 6. لا لوسون 7 لا ديرنيير لوسون لا رياكسيون دو كيلكو ميتو افيك لي سوليسيون اسيد اي بازيك. شفنا لي ميتو لو فير لو كويفر لو زنك لالومنيوم، دابا نشوف التفاعل ديال هاد لي سوليسيون ديال هاد لي ميتو هادو افيك لي سوليسيون اسيد اي بازيك. دونك ناخذ واحد لا سوليسيون اسيد اش بلس سي ال موان، يعني قلنا ان لي سوليسيون اسيد تكون ريش اون اش بلس، دونك هاد سوليسيون اسيد سوليسيون اسيد. وناخذ واحد لا سوليسيون بازيك ان ا بلس او اش موان ريش اون او اش موان، دونك لا سوليسيون بازيك، وغادي نضيفوه لواحد الانابيب ديال الاختبار اللي فيهم الانبوب الاول فيه الكويفر، الانبوب الثاني فيه لو فير، الانبوب الثاني فيه الالومنيوم، الانبوب الثالث فيه لو زنك. اذا سنضيف هاد لاسيد هذا لو كويفر ونضيفوه لو فير ونضيفوه الالومنيوم ونضيفوه لو زنك. اذا في الكويفر لا يحدث شيء، وبالتالي ان لو كويفر نو رياجي با ما كيتفاعلش مع لي زاسيد. لو فير يل رياجي افيك هاد لاسيد هذا لاسيد كلوريديك.
Ok, intégré un gaz hada, qui fait la détonation H+, ou qui intégré Fe de plus, ou l'ion, le fer 2. L'aluminium réagit avec l'acide, ou tiatena, l'équation de la réaction Al plus 6H plus 3H2 plus 2Al, Al3 plus. Je m'excuse. Hein. Le zinc, la même chose, réagit avec l'acide. Ok, intégré, l'équation, le réactif, le zinc plus l'hydrogène H+, ion de l'hydrogène H+, qui atteint un H2, gaz qui fait la détonation. Dim qui intégré, les qui fait l'eau, les trois métaux, qui fait l'eau, mais l'acide qui intégré, H2 qui fait la détonation, qui dit le faqa. بالنسبة للسوليسيون بازيك عندنا فقط الالومنيوم اي لو زنك اللي كيتفاعلوا مع لي سوليسيون بازيك. الالومنيوم كيتفاعل و لو زنك حتى هو كيتفاعل و نتوما هنا غير مطالبين بلي زيكواسيون. بالنسبة لي سوليسيون اسيد خصكم تحفظوا لي زيكواسيون هادو. بالنسبة ليكواسيون ديال لا رياكسيون ديال لو فير افيك لاسيد chlorhydrique ou la réaction de l'aluminium avec l'acide chlorhydrique ou la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique. Donc, dans les équations, il y en a trois forts. Donc, par conclusion, il y a les acides fait les trois métaux, les acides fait le cuivre, ne réagit pas avec les acides. La même chose, il y a ممكن تخزن لي بازيك لي سوليسيون بازيك في لو كويفر وفي لو فير ولا يمكن انني نخزنهم في الالومنيوم في لو زنك. علاش؟ لانهم الغياش. بينما يمكن نخزن عموما يمكن تخزين هاد لي سوليسيون اسيد لي سوليسيون بازيك في واحد لي ريسيبيون ديال لي ماتيير كي سون نون ميتو يعني من غير الفلزات les matières organiques ou l'hiver. Voilà. Ou hakada, c'est qu'on a khasna jami' dros dawr l'oula bi ahem l'omor lati yurakkiz anha ou alayha l'asasida fi le contrôle ou fi l'imtihan l'mahalli bi d'ab. Wa atamanna lakum at-tawfiq wa faqakum Allah wa atamanna an-najah li al-jami'. اقرأوا العلم النافع ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.